بس انا قلقانه قوي على خالتي وعايزه اطمن عليها. لا 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 لا، خالتك دي خلاص انسيها خالص، شيليها من دماغي. انساها ده ايه؟ ما اقدرش، دي خيرها مغرقني. خير ايه اللي مغرقك؟ خير ايه اللي ما شفتك لابسه غويشه ولا حلق في ودنك ولا خاتم ولا حتى جزمه بكعب؟ يا اخويا على الاقل ستراني. اه ستراكي. بقول لك ايه، اهدي بقى كده على نفسك عشان احنا لازم نتفق على اتفاق ونقول عليه امين. اتفاق ايه؟ انا مفيش بيني وبينك اتفاقات، وبعدين انا زعلانه منك. اه هنبتدي بقى. هنبتدي ايه؟ نكد. هنبتدي نكد يا بنتي، ده احنا ما كملناش، امال لما تقعدي شهر هتعملي ايه؟ لا يا حبيبي انا ولا بنكد ولا بقلب وشي، انا بس كل الحكايه محروسه، انا عايزه افهم راسي من رجلي. بس كده؟ اه ادي راسك وادي رجلك، هي شغلانه. ما تبطل استظراف بقى وتقول لي دماغك دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ ما فيهاش غيرك يا عسل. يا محروس بطل كدب، انا مش مصدقاك. يا بنت انا بحبك يا بطايه قلبي. يوه مالك؟ انا جعانه ولما بجوع بقى بقفل خلاص، مش شايفه. يعني ايه؟ هتاكليني ولا ايه؟ اكلك ده ايه؟ اسكت امسك. خرب بيتك. ايه الله، برتقان جميل. يا رب تكوني يعني هديتي شويه. اهي حاجه نسد بيها لحد ما اشوف هتاكلني ايه. اكلك ايه؟ لا يا ماما احنا ما اتفقناش على كده، وانا كل قرشين هيجولي هاكلك؟ لا يمكن. نعم؟ هو انت عايز تجوعني ولا ايه؟ لا ما قلتش كده، بس احنا اتخلقنا عشان نعيش عشان ناكل، مش ناكل عشان نعيش ونتفس ونحط في بقنا. غلط، كل كلامك غلط على فكرة. هاتلي واحد كده في الدنيا ما بيستكيفش ويستمخمخ من الأكلة الحلوة. وبعدين يا أخويا هو الواحد إيه غير أكلة حلوة ونوم عدلة؟ صدق أنت بتتكلمي صح، بسم الله ما شاء الله عليكي كده وأنت فهماني. بصي بقى يا ست البنات، إحنا نتفق أنا وأنت إن إحنا نجري ورا النعمة. نعمة إيه؟ مش فاهمة. الفلوس، النعمة دي الفلوس. هو في الدنيا أحلى من نعمة الفلوس؟ إيدي على كتفك. أحبك كده وأنت مطوعاني. بس انا مش فاهمه، يعني برغم ان انا مش فاهمه اللي انت بتقوله، بس انا طبعا متفقه معاك ان الفلوس اهم حاجه في الدنيا. اسم الله عليكي، ومفيش اهم مني ومنك. بصي بقى، ما جالناش قرشين حلوين من ورا خالتك نعيمه نفك دماغنا منها، هيجي لنا قرشين حلوين من ورا فوزيه نحطها في نن العين. اه قول كده بقى يا حبيبي، عمال تلف وتدور وتلف وتدور عشان عايز ترجع لفوزيه. يا بهيمه يا بهيمه، ما انا لسه قايل لك احنا متفقين متفقين اتفاق، انا وانت اتفاق، انا وانت هنبقى عاملين زي الطعم والصناره، اللي يغمز من ناحيتنا ناكل لحمه قبل عظمه. وانا هستفاد ايه؟ ايه اللي تستفيدي ايه؟ يا بيت يا بيت، اللي هيغمز من ناحيتك انا ليا النص وانت ليك النص، واللي يغمز من ناحيتك انا ليا النص وانت النص. انت ما تضمنش يا محروس. لا لا ما اضمنكش يا بنت، انا وانت في مركب واحده، انا وانت روحين في سكيبه، انا وحبيبي روحين في سكيبه. انا وحبيبي روحين في سكيبه. حلاوتك يا سمسم وانت فاهمني. شهد استنيتك تكلمني. اسف انشغلت زي كل مرة يا عزت. تاني انشغلت. معلش غصب عني. عشان اللي قلته لك؟ شهد أرجوكي مش عايز أتكلم في الموضوع ده خالص. عزت أنا بحبك، أنا بحبك ومحتاجة لك تبقى جنبي، واللي حصل حصل غصب عني، كان زي الدوامة خدتني وما حسيتش بحاجة. كل مرة بتقولي نفس الكلام. لا المرة دي كانت صعبة قوي يا عزت. لازم يبقى عندك قدرة وقوة، مش كل مرة تقولي غصب عني. طب لو قلت لك ان المره دي بستنجد بيك؟ هقول لك انا تحت امرك، بس ايه؟ اقعد واسمعني يا عزت، اقعد واسمعني وقولي لو انت كنت مكاني كنت هتتصرف ازاي؟ لو عديت باللي انا عديت بيه كنت هتعمل ايه؟ عزت مش هسمع حاجه، اقعد واسمعني وبعدين احكم. تعالي اقعد هنا لحد ما اجيب غيارات للواد واجي. ايه مالك؟ هو انت زعلتي علشان ريتال ادتني مفتاح البيت؟ لا ابدا، الموضوع مش في بالي اصلا. امال مالك؟ فيك ايه؟ عارفه يعني ايه ناديه تروح تسلم نفسها؟ ايوه عارفه. يعني كده سلمت نفسها لحبل المشنق. عايزه اقول لك حاجه يا زينب، محدش يقدر يهرب من قدر. بصي يا عمتي، أنا هكلم شهد وأسألها إحنا ممكن نعمل إيه؟ ما هو مش معقولة هنفضل ساكتين كده.
أمك راحت هي ومروان عشان يشوفوا لو هي محتاجة حاجة. صدقيني يا زينب، اللي عملته نادية ده هو الصح، أحسن اللي كانت حتبقى فيه. أنا عارفة إن نادية بنت خالك وأنت بتحبيها وقلبك واجعك عليها، ويمكن بتقولي يا ريتها فضلت مستخبية العمر كله ولا إنها تموت. لكن صدقيني محدش بيهرب من قدره، محدش يقدر يهرب العمر كله، محدش يقدر يهرب من ذنبه. نادية كانت عارفة إنه هيتقبض عليها، عشان كده سلمت نفسها، لأنها لو ما كانتش عملت كده ريم كانت هتبلغ عنها. عمتي أنا عارفة إن أنتي مش بتحبي نادية عشان هي كانت سبب في موت عمي، بس خلي بالك نادية عملت كده عشان قلبها موجوع على أبوها. أيوة يا زينب، أنا عمري ما حبيت نادية، وقلبي كان عمره ما حيصفالها ولو بعد مليون سنة، وكنت ناوي أخد روحها، وقلت لمروان لو أنت مش هتاخد طارق بيدك أنا هاخده بيدي، بس ده كان في الأول. لكن بعد كده أنا فقت وقلت إن الله حق، ربنا يقدر على كل شيء، هو اللي بيده يسامح، هو اللي يقدر يغفر لنا. أنت عارفة يا زينب نادية كانت أول فرحة في البيت الكبير. عارفة يا عمتي، بس للأسف هي ما صانتش النعمة دي. اوعي تفتكري إن أنت اللي ظلمتيها ولا جنيتي عليها لما تجوزتي مروان، لا هي اللي ظلمت نفسها. صدقيني هي دخلت البيت الكبير وهي فرحانة، لكن بعد كده قعدت تنكش في الهم والغم. صدقيني يا زينب نادية كانت بتكرهنا كلنا، يمكن نكون احنا السبب، ما عرفناش تخليها تحبنا، لكن في الآخر هي السبب اللي حصل لها ده. طب يلا عمتي شوفي هتاخدي ايه وخلينا نمشي. فيكي يا بت، انت شايلة مني؟ لا أبدا يا عمتي. مش عارفة، حاسة كلامي مش عاجبك. مش عارفة يا عمتي، أنا متضايقة من نفسي، كان لازم أروح لنادية وأبقى واقفة جنبها، بس عقلي بيقول لي إن أنا بهرب منها ومش عاوزة عيني تيجي قدام عينها. اوعي تفكري كده. مش قادرة يا عمتي، مش قادرة من ساعة ما عرفت إن هي سلمت نفسها، حاسة إن أنا اللي كنت السبب في دمار حياتها. ليه يا حبيبتي؟ هو أنت اللي قلت لها تقتل عبد الحكيم؟ أنت اللي قلت لها تروح تترمي في حضن محرم ولا مهدي ده؟ أنت مالك أنت؟ أنا مش عارفة هذا يا عمتي، وحاسة إن ضميري بيأنبني. إيه الكلام الخايب ده؟ إيه الكلام العبيط ده؟ لا يا زينب ما تخربيش على نفسك يا حبيبتي، كده أنت هتبعدي عن مروان. أمال إيه؟ لما تقعدي تفكري إن أنت اللي ظلمتي نادية وإن أنت اللي دمرتي حياتها هتبقي مش طايقة نفسك، مش طايقة جوزك، مش طايقة بيتك. ما هو ده اللي حاصل. اوعي يا نور عيني، صدقيني محدش بيشيل ذنب حد. زينب انت القلب الطيب والحنين اللي في بيت عبد الجواد كله، يا ريت كلنا زيك. ربنا يخليكي لينا يا عمتي.